أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توعاً وتمتعه فيها طبيلا. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: العقل دليل الخير والهوى مركب المعاصي والدنيا سوق الآخرة والنفس تاجرة والليل والنهار رأس المال والمكتسب والجنة والخسران النار. هذا هو والله التجارة التي لا تبور والبضاعة التي لا تخسر. طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان لا يكون عالما بجميع الأمور بل علمه ناقص، بحيث هذا التطور العلمي في الجوامع البشرية من الحوزات العلمية والجامعات وسائر الأماكن العلمي، كل ذلك في نظر القرآن يقول:
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عمر الإنسان لا يكفي للإطلاع على جميع الأمور، ولكن هنا طريق آخر وهو السؤال من أهل الخبرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. یقولون ان اسکندر لما اراد ان یدخل فی الظلمات فی مناطق التي فی کل الارضیه مثلا ست شهور لیل، يريد أن يدخل في الظلمات، دخل مع خزر. هذا الشاعر كأنه يتوجه إلى هذا المثل المعروف، يعني يحتاج الإنسان إلى خزر، يحتاج إلى الهادي، يحتاج إلى واحد يدله على الطريق. في مسألة الهداية وطريق النجاة يجب على الجميع الاتصال بالمنبع الفيض الإلهي للإرشاد والهداية، وهذا المنبع هو الإنسان الكامل من النبي أبي الإمام عليه السلام. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بعض الناس يتخيلون أن العقل والفكر كافي للإنسان في هذا المجال. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: نعم، العقل دليل الخير، العقل هو المصباح، العقل هو حجة الله على الخلق، عمل العقل هو التصور والتصديق والإذعان والجزم، هذا عمل العقل. ولكن للنفس أيضا دواعي، تمايلات، وهي المنشأ في عمل الإنسان. ربما يكون واحد عالم بجميع أطراف مثلا مسألة، ولكن يدخل في صلب الموضوع، لأن الدواعي النفسانية في وجوده وفي نفسه هو يجره نحو العمل. العقل موجود، العلم موجود، مع ذلك يجره هذه التمايلات. هذه التمايلات هي الداعي للإنسان. فلذا يقولون العقل لا يكون مسيطر دائما على النفس، بين النفس وبين العقل كمال الارتباط، ولكن للعقل أعمال ووظائف وللنفس أعمال ووظائف، كل منهما مسؤول ومتولي لأفعال الخاصة بهما، مثل العين والأذن. العين متولي للمرئيات، الأذن متولي للمسموعات.
كمال الارتباط بين الأعضاء الإنسان موجود، ولكن كل عضو له عمله الخاص. فلذا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. إذا كان النفس والتمايلات فيها هي هو الموجب لعمل الإنسان، عنده عقل، ولكن ربما أنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاص الهوى يزداد تنويرا. إن إنسان لما كان منشأ عمله هو العقل، هو الإنسان، دعامة الإنسان العقل، ولكن إذا كان منشأ عمله هوى النفس والتمايلات والهوى، الهوى شنو يعمل مع الإنسان؟ يقول الإمام سلام الله عليه: والهوى مركب المعاصي، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخوف ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيسد عن الحق، يعني يسد عن الحق، هو يعرف الحق، عنده عقل، عنده علم، يعرف مضرة مثلا تدخين، يأخذ جيجار ونعم يتدخن، هو لا يعرف؟ نعم يعرف. الداعي لهذا العمل مو عقل، هو هوى النفس، هو التمايلات الداخلة في سقع النفس. فأما اتباع الهوى فيسد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. في مسألة الهداية، إذا كان منشأ عمل الإنسان هو العقل، هذا الإنسان هو إنسان ناجي. في آية أخرى تقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني ربما، يعني بعض الأحيان هوى النفس يوصل الإنسان إلى حد الشرك، الشرك بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما يطلب نفسه يقول إيه، هذا هو عابد لهوى نفسه. فلذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فقال صلى الله عليه وآله: إن إبليس قال: أهلكتهم بالمعاصي، يعني الناس، أهلكت الناس بالمعاصي، فأهلكوني بالاستغفار، استغفرون استغفرون. فكر إبليس، يعني هو يعني عنده علم عجيب، ملا. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون فلا يستغفرون. من هذا الطريق. فلذا الإمام بأبي وأمي يقول: والهوى مركب المعاصي. ثم قال:
والليل والنهار رأس المال. الليل والنهار رأس المال للإنسان، يعني عمر الإنسان. الليل والنهار يعني ساعات، أسبوع، شهور، سنوات، هذا رأس مال الإنسان، عمر الإنسان. في رواية إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. تبيع هذا رأس مالك بشيء، بأي شيء. أقول عندي مثلا بيت كذا وكذا، عندي رأس المال كذا، عندي مقام كذا. خب شنو أخذوا منك في مقابل إعطاء هذا؟ شبابك وصحتك وعمرك في مقابل هذه الأشياء. يقول لا تبيعوها إلا بالجنة المكتسب، الجنة والخسران النار. الإمام سلام الله عليه يقول هذا رأس المال، وهذا الدنيا. الدنيا شنو قال الإمام سلام الله عليه؟ الدنيا سوق الآخرة، الدنيا سوق. هذا رأس المال، والإنسان تاجر يتجر. الليل والنهار رأس المال، والمكتسب الجنة والخسران النار. هذا هو والله التجارة التي لا تبور. هذا التجارة، التجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي التجارة؟ التجارة مع الله مربح، التجارة مع أولياء الله مربح كمال الربح، التجارة مع سيد الشهداء. هذه الأيام أيام تجارة. الإنسان الغافل، التجارة مع سيد الشهداء. هذا القصة قال شيخنا الأستاذ آية الله العظمى وحيد الخراساني، قال كنت عند المرحوم آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي أعلى الله مقامه، والفقيه والسالك إلى الله. قال كنت جالس عند سماحة السيد سلام عليكم، فجاءه خبر بأنه السيد جعفر، سيد جعفر أخو زوجته، راح إلى إيران في سفر، جاء خبر أنه مات في إيران. شيخنا الأستاذ يقول هو قال في أذني، قال هذا القصة أنا ما قلته إلى الآن ولكن الآن أقول لك، قال في ليلة الأولى من محرم في سنة من السنوات، إني أنا رأيت حلم في ليلة الأولى من محرم. أنا ما أنقل الحلم على المنبر، ولكن هذا الحلم من مثل مرحوم ميرزا الشيرازي عبد الهادي الشيرازي، والناقل شيخنا الأستاذ مرجع التقليد، لا بأس بذكره. قول أنا شفت أنه واحد دخل في البرانية وزع كرسيين، كرسيتين وزع وذهب، فإذا دخل الإمام الحسين عليه السلام ومن ورائه أبي الفضل العباس
سلام الله عليه وجلس على هذا الكرسي وفتح الدفتر أبي الفضل العباس في مقابل الإمام الحسين. قال أنا شفته، الإمام الحسين يشوف الدفتر وأنا واقف شفته، في صدر الدفتر مكتوب اسم واحد من الخطباء مثلا. قال أنا شفته. الإمام الحسين قال شيل هذا الاسم، لا إله إلا الله، شيل هذا الاسم واكتب اسم سيد جعفر. أنا تعجبت، شيل هذا وشال الاسم وكتب أبو الفضل العباس اسم سيد جعفر، وأخذ الدفتر وذهب الإمام. وأبو الفضل العباس أنا استيقظت من النوم، شنو هذا الحلم؟ ما كنت أقدر أن أنام يعني تلك الليلة إلى الصباح، حتى أجا سيد جعفر صباحا على عادة كل اليوم. قلت ماذا تفعل أنت؟ ماذا فعلت؟ قال شنو؟ قال عندي حلم، أمس رأيت حلم ونقلت الحلم، فتغير لونه وبكى وقال أنا بارحة ذهبت كعادتي لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الحرم. بعد الزيارة لما خرجت من حرم الإمام قلت في نفسي أنا هذا ليلة الأولى من محرم، أنا كثير بكيت لأبي عبد الله الحسين عليه السلام سنوات طوال، ولكن ما أبكيت، يعني ما سويت نعي للإمام الحسين. من بكى أو أبكى على الحسين؟ ففكرت الآن ليلة الأولى من محرم، ذهبت عند البيوت بعض الأصدقاء وفحصت عن كتاب في مقتل الإمام الحسين عليه السلام. واحد من الأصدقاء أعطاني كتاب جلاء العيون لعلامة المجلس لعل الله مقامه الشريف. أنا أخذت الكتاب وذهبت إلى البيت، قلت لعائلتي زوجتي أولادي الليلة ليلة الأولى من محرم، من الليلة إلى يوم عاشوراء أنا أقرأ لكم من الكتاب من مقتل الإمام الحسين عليه السلام أنتم تبكوا. فبدأنا، هذا هو عمل الإمام الحسين، قال اكتب اسم سيد جعفر على الدفتر وهذا المحروم يشال اسمه، ما بعرف يعني، هذا نية والصداقة والتقوى في بساط الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أما بالنعي أو بالبكاء أو باللاتم أو بالصرف الأموال بالحضور في المجالس بأي طريق، هذا التجارة تجارة مربحة، تجارة مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، مناسبة استشهاد الإمام زين العابدين إمام العارفين سلام الله عليه. قال يا يزيد ائذن لي حتى أسعد هذه الأعباد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك، فقال الناس يا أمير المؤمنين إذن له
يسعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئا. قال يزيد له: إن سعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فلم يزالوا به حتى أذن له فسعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. نقرأ بعض السطور من هذه الخطبة الشريفة بقصد التوسل والاستشفاء وقضاء الحوائج إن شاء الله تعالى. ثم قال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، ففضلنا بأن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل الركب أطراف الرضا، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ بجبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، عرف جده أمير المؤمنين في مركز خلافة معاوية، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن الصالح المؤمنين ووارث النبيين ونور المجاهدين وزين العابدين وأسبر الصابرين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين وأول السابقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله سمه سخي بهي بهلول زكي أبتهي رزي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أسد باصل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة تحن الرحى ويزروهم فيها ذرو الريح الحشيد ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني
خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وأبو السبتين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب ثم قال أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنهي خشي يزيد لعنة الله عليه أن يكون فتنة فأمر المؤذن قطع عليه الكلام فقال الله أكبر الله أكبر قال الإمام لا شيء أكبر من الله فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته ثم بدأ بالنعي الإمام بأبي وأمي أمي قال أنا ابن المقتول ظلما أنا ابن المجزوز الرأس من القفر أنا ابن العطشان حتى قضى أنا ابن تريح كربلاء أنا ابن المسلوب العمامة والرداء أنا ابن المقتول سبرايا لما سقي إمامنا زين العابدين مرضا مرضا شديدا يخشى عليه ساعة بعد ساعة فلما أفاق من غشيته الأخيرة تلا هذه الآية الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم دعا ولده الإمام الباقر عليه السلام وأوصى إليه أول ما أوصاه قال الإمام الباقر ذمني أبي إلى صدره الشريف وقال يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين عليه السلام حين حضرته الوفاة قال يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله فأوصيك يا بني في نفسك خيرا واصبر على الحق وإن كان مرا ثم دعا إمام عليه السلام بماء ليتوزأ فجاء الإمام الباقر إليه بالماء فتوزأ وقال سلام الله عليه هذه الليلة هي التي وعدتها فإذا قضيت نحبي فغسلني وحنطني وكفني وكان يقرأ القرآن وهو في حال الاحتزار ثم أشرق من وجهه الشريف نور ساطع يكاد يختف الأبصار ثم نادى يا أبا جعفر عجل وفاضت نفسه الشريف رحم الله من نادى وإماما ومسموما وسيدا فلتم الباقر رأسه ورفع صوته بالبكاء وضج أهله وعياله لما سأل جابر الجعفي
عن علة بكاء الإمام الباقر حين تغسيل الإمام، قال عزيز عليك فراقه، قال سلام الله عليه عز فراقه علي، ولكن ليس بكائي للفراق، لكن رأيت آثار الجامعة في عنقه وجرح القيد في رجله. أنا لا أعرف هذا اليوم بهذا اللحظة أصعب على إمام الباقر أو على زين العابدين حين رمى بنفسه على جسد الحسين فجعل يشمه تارة ويقبله أخرى، ثم قال يا بني أسد علي بحسيرة فناولوها حسيرة، جمع عليها أوصال الحسين ثم أنزله وحده. قالوا بنو أسد فرأيناه قد وضع خده على نهره الشريف وهو يبكي ويقول طوبى لأرض تضملت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما الحوز فسرمة وأما الليل فمساه. يا ميتا ترك الباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق إمامنا زين العابدين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لفرج مولانا صاحب الزمان وقضاء الحوائج شفاء المرضى نقرأ آية الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين، واجعلنا من أهل اليقين، واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي مرضانا، اللهم اقض حوائج المحتاجين بحق زين العابدين عليه السلام، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات موت الحاضرين رحم الله،
من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات. Thank you.